السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المهندسة الزراعية للمختصر والمفيد لزراعة النبات النهاردة، اللي هو نبات الصنوبر. طبعا احنا عارفين الصنوبر بنستخدمه في الأكل، وبيضاف للحلويات، وليه استعمالات كتيرة جدا. لكن دي شجرة الصنوبر، احنا دلوقتي هنعرف ازاي احنا بنزرع شجرة الصنوبر واحتياجاتها من الماء والضوء والري وكل شيء. لو اتكلمنا على نبات شجرة الصنوبر، هي هنقول شجرة دائمة الخضر، يعني هي موجودة صيف شتاء. يعني الناس اللي هي بتبقى عايزة النبات موجود على طول ومعمر، أنصحها بشجرة الصنوبر. هي بتحتاج، ممكن تستمر معاك لسنين وعقود، يعني بتعيش كتير جدا. طيب، هي ليها أنواع كتيرة، هي بقى فيها نوع الصنوبر الأبيض والأمريكي والإسكتلندي. طيب، وفي كمان عندنا الصنوبر ممكن نستخدمه كمان للزينة. بمعنى ايه؟ اللي احنا بنقوم نزرعه في البلكونة، وممكن في البلكونة عشان هو بياخد مدة طويلة جدا في النمو، فممكن عادي يتزرع في البلكونة عادي. طيب، احنا اتكلمنا عن التربة، والتربة بيحتاج ليه خليط من التربة بين الرملة والطين، دي احسن تربة ليها. وطبعا لازم التربة يكون فيها شوية حصى علشان تساعد في ايه، التربة تكون جيدة الصرف والتغذية، ولازم تكون خصبة. طبعا الري، هو احنا ايه امتى بنروي؟ لما نيجي نلاقي التربة طرية ومتماسكة ونيجي نمسكها نلاقيها طرية، خلاص ما نرويش، علشان الماء الزيادة بتعمل على تعفن الجذور. هو طبعا الحاجة المعتدلة هي مرة في الشتاء ومرتين ثلاثة في الصيف، طبعا كل بلد حسب الجو درجة الحرارة بتاعها. اللي اتكلمنا عن التقاصر، هنتكلم دلوقتي ايه عن التقاصر بالبذور. واحنا ان شاء الله هنتعلم مع بعض النهارده ازاي ايه تتقاصر، ايه هي عن طريق البذور. طيب، هو التكاثر هيبقى في البذور، هنزرعها في فصل الخريف، وهي بتنمو نمو بتاعها ببطء. يعني ممكن البذور تاخد من 3 اسابيع، ممكن حتى تخش ايه في سنه، يعني هي ايه محتاجه صبر طبعا. ممكن بنحطها البذور دي في الميه لمده يوم او يومين. لو نكلنا على المناخ المناسب ليها، هي احسن حاجه مناسب ليها، هي بتحب المناخ الدافي وايه الخالي من الرطوبه، هي ما بتحبش ايه الرطوبه. في امراض بتجيلها طبعا، الافات الحشريه مثل السوس والخنافس والديدان، بنقضي عليها بالمبيدات الحشريه. طيب، التقليم لقطع الايه الارفع اللي هي القديمه والبايظه والمتهدله والصفرة والفيق والمريضه، دي كلها بتساعد على ايه نمو، بتساعد على نمو النبات. طيب، احنا هنتكلم على الصنوبر. هنقول ان في المخروط ده بيبقى ايه، دي المخروط اللي بيبقى بنسيبه يبقى ما نقطعوش، هو اخضر، نسيبه لغايه ما ايه ما يتحول لبني على الشجر، علشان هو ده اللي بنستفاد منه في البذور. هو بيبقى فيه نوعين، فيه بيبقى نوع مذكر ونوع مؤنث. النوع المؤنث هو الاهم عندنا، علشان هو اللي بيبقى فيه البذور، ويبقى تقريبا حجمه بيبقى اكبر من حجم المذكر، ودايما بتبقى ايه الشجره بتبقى عاليه قوي، بيبقى هو بيبقى في الافرع العاليه اللي موجوده فيها. طيب، لو قطعنا اخضر، نقوم واخدين المخاريط ديت ونحطها في الشمس لغايه ما تنشف وتدينا اللون البني، بس انا بفضل اخليها على الشجر لغايه ما تحول هي للون بني على طول، واقوم واخده منها البذور. وقلنا بنحطها في ميه لمده يوم او يومين، وبعدين اللي بتطفو على السطح دي بتبقى بايظه نرميها، واللي بتبقى في القاع هي اللي بتبقى البذور السليمه وبنزرعها، وبنبدا ناخد طبعا القشره وبنزرعها. طب دلوقتي احنا هنزرع دلوقتي مع بعض البذور بتاعت شجرة الصنوبر، واحنا عايزين نقول ان اللي برضو ليه استخدامات طبية، ان هو بياخده من الجذر بتاعه ومن الساق مادة زيتية بيستخدموه في الايه، في الاغراض الطبية والصناعية. وطبعا خشب الصنوبر غني عن التعريف، بيعمل منه افضل انواع الاخشاب والاساس والسفن، وبيستخدم منه في حاجات كتير. هناخد النهاردة دلوقتي طريقة الزراعة. ادي هي البذور حطيناها اهيت في الميه بقى لها يوم او يومين، ودي احنا قلنا ايه، دي ايه المخروط بتاعها، بنسيبه نحطه في الشمس لغايه ما ينشف وتحول لونه ليه بني، وناخد منه ايه البذور. ادي هي البذور بتاعه الصنوبر. بسم الله الرحمن الرحيم، نقوم حاطينها ايه اهيت،
ونتاكد ان الايه البذور وندخلها جوه الايه التربه، بس ايه ما نحطش عليها طبقات عاليه قوي من التربه عشان نديها فرصه ان هي تنمو. يعني بنحطها كده طبقه خفيفه جدا بالظبط كده، يا دوب بس ايه نغطيها بس بالتربه. احنا لازم تكون جيده الصرف والتهويه، وانا حاطه عليها كومبوست علشان تكون غنيه ومغذيه. وبعد ما كده نتاكد ان هي دخلت كويس في التربه وايه، ونغطي كل بذر منها بالطين. وبعد كده ايه طبعا ايه الري، احنا قلنا ايه الري لازم يكون معتدل. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ريت ادي زراعه الايه الصنوبر، سهل جدا وبسيط. واحنا ايه لازم نتاكد طبعا ايه ان لو حبيتي تشتريه من السوق تتاكدي ان الصنوبر ده مش متحمص ولا كده. وفي ممكن برضو نخزن على فكره الصنوبر ونزرعه ايه في الخريف زي ما احنا قلنا في المعادن احنا ايه بيناسبنا. وان شاء الله زراعه الصنوبر تكون كويسه وتعجبكم، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي على تجربتكم. وانا تحت امركم في اي سؤال عن النبات دوت وعن غيره، وارجو لا تحرمونا من الاعجاب والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.